وهذه الإرهاصات الحالية لكل من سامع عدة توصيات التي من خلالها بطبيعة الحال لأن في هذا اللقاء التواصلي بين السيدات والسادة العدود ديال الدائرة ما جاش من فراغ وإنما بناء على مقرر ديال المكتب التنفيذي. بطبيعة الحال أنه نريد أن نبين بأن نحن نريد أو نتطلع إلى قانون استشراقي، قانون حداثي، قانون يزيل جميع القيود التي تعيق العمل ديال مهنة التوثيق العدلي، خاصة في إطار هذه الرقمنة وهذه التحولات. فعندنا واحد القيود في قانون 1603 اللي كتخلينا ما كنمشوش في مصاف المهن التوثيقية الأخرى. وبطبيعة الحال هو أنه باش تكون المنافسة شريفة خصنا الآليات، والآلية بطبيعة الحال في إطار هذا القانون 1603 غير موجودة، وكذلك في المشروع الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة بدون تشاور مع الهيئة الوطنية للعدول يكرس النمطية ديال أن هذه المهنة هي مهنة تقليدية إلى غير ذلك، علما أنها المهنة ما بقاش تقليدية وإنما نحن نتعامل جميع الوسائل الإلكترونية. وخير دليل هو التعامل ديالنا الإلكتروني مع إدارة السجل ثم مع الخزينة العامة، الضرائب إلى غير ذلك، والمحافظة العقارية اللي هي جاية في الطريق باش نبدأ المعاملات الرقمية معها. فهذا لا يتأتى ولا يسير ولا يستقيم مع هذا القانون الحالي وكذلك مع المشروع الذي تبنته الوزارة، علما أنه تفتح باب الحوار من جديد. والحمد لله أننا لمسنا في أن هناك يعني واحد المؤشرات على أساس أنها التعديلات سوف تكون وفق بعض التوافقية بين الهيئة الوطنية للعدول وكذلك الوزارة الوصية، على أساس أنه يكون واحد التغييرات، خاصة صندوق الودائع، التلقي الفردي، التوقيع الإلكتروني، رفع الخطاب، عدم تحديد سن معينة للسيدات والسادة العدول إلى غير ذلك من المطالب التي نطالب بها ونطمح إليها في إطار هذا التعديل الجديد. مجموعة من المشاكل اللي احنا كنطالبوا بها انها تكون في إطار المشروع الجديد هو انه يكون توثيق وطني، يكون ممارسة العدل في تعطاه واحد الآليات اللي يخدم بها وهو مرتاح، ما يبقاش كيخدم وهو مكبل الأيدي، وتدخل مجموعة من الأمور اللي في العمل ديالو ما يمكنش ليه يزيد القدام بالوثيقة العدلية وفق. حنا دابا كنخدموا في إطار رقمنة إلى غير ذلك، فكنتمنى من خلال هذا المشروع ما يبقاش كيناقش ليا الوثيقة العدلية في النظام اللي هو سابق. حنا بغينا نشوفوا الوثيقة العدلية إلكترونية، ما يبقاش معقدني ما هو تقليدي كتابة باليد إلى غير ذلك. بغينا نكتسبوا صندوق الإيداع والتدبير اللي هو كيتعتبر من الأساسيات باش نمشيو في العمل ديالنا اليومي، لأن هذا كيتعتبر واحد العائق يوميا كنعانيو منه. كاين مجموعة من الناس كيجيو عندنا كيبغيو يوثقوا معاملات، ولكن مادام ما عندناش صندوق الإيداع والتدبير كيبان ليا بأن العمل ديالنا غادي مقيد. بالتالي مجموعة من الأمور كتمشي من يدينا وكنبقاو مقيدين بمجموعة من المعاملات اللي عادية جداً.